قول لي تعالاش تنافس باش ما يحبش يخسر، فهمتني؟ لي انا كي نشوف كي نسمع كي نسمع بعض الابواق يقولوا لك المدرب هذا مفلس تكتيكيا، لعبنا بعشرة لعبنا كونتر ليكيب تاع 10 ما قدرناش نفوزوا. هذا جاهل في كرة القدم، هذا ما يعرفش كرة القدم، وكان يعرف كرة القدم يفهم بلي دي فوا كي تلعب مع فريق يعني ناقص عدديا يعطيك تعطي له الشحنه هذيك الزائده باش يدير مقابله اجمل. انا كي نشوف هذو اللي يقولوا بالماضي مفلس تكتيكيا، انا مشيت بلا بركه والله غير موحد ربي على بالك، باسكو كي نشوفوا هذا التشاؤم تقول بلي ليكيب ناسيونال خسرت، وما يقولوش يتكلموا على او حسين يتكلم على عدد الفرص الضائعه تاع الفريق المصري، ما تكلمناش على عدد الفرص الضائعه تاع الفريق الوطني، ما تكلموش ما يسعوش الشجاعه ما يقولولكش بلي هدف الفريق الوطني هدف شرعي، وكنا يعني ضحيه تحكيم منحاز، التحكيم ما راحش ميبا الفار في لقطه هدف شايبي، فهمتني؟ كي سمعنا مدرب مفلس تكتيكيا ومن بعد نشوف البيلون 52 ماتش 35 فيكتوار 52 مقابله 35 فوز 12 تعادل و5 انهزامات فقط، وسجلنا 112 هدف ضد 39 هدف تلقيناه، وانت تسعى يعني الجراه تروح للبلاطو تقول المدرب مفلس عيب ولا غير عيب، هذا فريق وطني لازم نساندوه، من اكثر من وقت مضى لازم نكونوا مع الفريق الوطني والناخب الوطني، لكن الحملات الشرسه لا تريد ان تتوقف ولا غير عيب واش رانا نشوفوا. انا شفت مقابله كي قال لك بالماضي حبينا وكان خير ما كانش الاقصاء باش نوقف على مدى قدره اللاعبين للعوده في النتيجه في مواقف حرجه. مصطفى هذا هو لوبجيكتيف تاع ماتش اميكال، دوك نتايا ندير ماتش نول ياك وتشوفها هزيمه ودير لي بلاطو باش تطيح على برمادي، واش ما واش ما واش ما واش ما فايده عندك.